ومساكم الله بالخير يا متابعينا الكرام. جبنا لكم الألماني الفي دبليو تيرامونت الار لاين 2023. طبعا نتكلم هنا عن سيارة رياضية، سيارة SUV، سيارة عائلية جامعة بين الأنواع هذه كلها. طبعا نتكلم عن محرك V6 3.6 لتر، 280 حصان، 360 نيوتن، جير 8 سرعات، توب ترونيك. سيارة تجي دفع رباعي فور موشن، فيها وضعيات الأوف رود والثلج والطرق العادية، وفيها اقتصادي وفيها رياضي، فيها الأوضاع اللي تحتاجها كلها. سيارة بثلاث مقاعد واسعة جدا، سيارة عملاقة ومرتبة. أسعار السيارة تبدأ من 154,000 إلى 232,000 شامل الضريبة، وبكتب لكم التفاصيل على الفيديو. ندخلكم على مواصفاتها. تجيك بست حساسات أمامية، يعني أربع حساسات أمامية وحساسات جانبية، يعني السيارة فيها أوتو بارك. السيارة فيها رادار أمامي في العلامة، كاميرات 360 لرؤية محيطية. عندكم هنا كاميرا قارئة للمسار، وجود فتحة سقف عملاقة. شوف التطعيمات في الار لاين جاية بلون أسود ورهيب وجميل. طبعا نتكلم هنا عن إشارة هيليوجينية للإشارة الانعطاف، شعار ار لاين موجود هنا. عندكم الليد النهاري، هنا العدسة، وهنا العالي بتقنية الاي كيو لايت. هذا وجه السيارة العملاق، جنط جميل ومرتب، مقاس 21، كفرة 265 على 45. طبعا هنا تتكلم عن كفر بيرلي. شف شعارات الار لاين هنا، كاميرا المحيطية، إشارة في المرايا، نقاط عمياء، دخول ذكي للأربع أبواب، كانية الدخول وفتح الأبواب من الجميع. عندك هنا اقتصادها سيء مصنف، 10 كيلو لكل لتر، بنزين 95. وسوينا لكم تجربة للبنزين موجودة في الفيديو، لكن تشوفون بنفسكم. محركة زي ما قلنا 3.6 دفع رباعي، موديل السيارة 23. هذا شكل وجانب السيارة، الرسمة اللي جاية على البادي هنا تحفة تحفة، يعني تحفة. الكروم جاي من هنا إلى مقدمة السيارة، حنايا العفش ممتاز جدا. هذا شكلها في الخلف، شوف تصميم إنارة لإشارة الانعطاف، هنا اللمبة العادية، وهنا عندك لمبة الضباب. طبعا الإضاءة الخلفية فقط برضو بتقنية الاي كيو لايت. هذا شكلها، ديفيوزر فيك جاي بتطعيمه بالكروم والبيانو بلاك. الشكمان في الأسفل لو تلاحظون. عندكم أربع حساسات خلفية وحساسين جانبية، يعني تتكلم عن مجمل 12 حساس في الأمام وفي الخلف. شعار الفي 6، شعار تيرامونت، الفي دبليو، هنا شعار الفور موشن يعلمك انها دفع رباعي. شوف السيارة SUV العملاق. ندخل لكم على الداخل، ولكن قبل هذا مفتاحها بسيط وجميل، شعار في دبليو، تقدر تطلع مفتاح من هنا سبير، وهنا عندك قفل وفتح، والشنطة فتحها إلكترونيا. طبعا تقفل السيارة من هنا، تفتح من هنا من جميع الأبواب. أنت تتكلم عن جلود، هنا عندك بلاستيك طري فورميكات، عندك جلود هنا طبيعية بلون بني مطعمة باللون الأبيض. تشوف هنا فول أوتو للزجاج، وخلنا نشوف
ازدياج مو مدبل ولكن عزلها رهيب. التامين الازدياج الخلفي، تحكم بالمرايا الجانبية وميزانيتها وكذلك طيها في نفس الوقت. شوف تتكلم عن 12 سماعة من شركة فندر، صوتها رهيب جدا وفيها ميزة سحب الضوضاء سنتر لوك. التحكم بالشنطة من هنا، مساحة تخزين، سماعات. هنا تتكلم عن الإضاءة بهذا الشكل، وإذا تبغى لمبات الضباب الأمامية والخلفية في نفس الوقت تقدر تسحبها بهذا الشكل. جاي تحكم تلسكوبي يدوي. جي نتكلم عن المراتب، مراتب جلد طبيعي أسود وبني. ذاكرة عندكم هنا بعشر وضعيات وهناك بثمان وضعيات، فيها خاصية التسخين فقط. نركب لكم السيارة، لكن قبل سيارة ألمانية ولكن تصنع في الولايات المتحدة الأمريكية. هنا فيه دعاسات وانتم كرامة بشكل رياضي. نعطيكم نظرة كذا، سقف عملاق للبانوراما. نركب ونشوف كامل السيارة. نسكر الباب. انت راكب سيارة ألمانية في دبليو من شركة عريقة معروفة. نتكلم هنا عن مثبت السرعة والتحكم بالأنظمة الأمان. هنا عندك نقاط العمية ومساعدة المغادرة، وعندك النظام للرادار الأمامي، هذه كلها تفعلها عن طريق هذا الزر. تحكم بالصوت، عندك هنا تحكم بالإشارات والكباس في نفس الوقت. هنا تحكم بالمساحات، وهذا شاشتها. شوف الحركات اللي فيها. طبعا قبل خلينا نشوف هنا، هنا تحكم بالمالتي ميديا. هنا تتحكم بالأوامر الصوتية، الأوامر سيري إذا شبكت الأبل كار بلاي. في نفس الوقت هنا عندك تتحكم بالشاشة اللي موجودة هنا، شوف تعطيك تاريخ، معلومات البنزين. هنا عندك طبلون السيارة، بنزينها تانكية يمين يعني شيخ، ما توقف عند زحمة المحطات. هنا عندك درجة الحرارة على اليسار، في عندك شعار الأرلاين موجود في الأسفل. بإمكانك تغير نظام صوتيات الهاتف، حالة السيارة والبنزين، كذلك تقدر تخليها شاشة كاملة يعني في نفس الوقت. هذا النافيجيشن مرة أخرى، هذا الأندرويد. نجي نتكلم عن الشاشة. الشاشة بسيطة 8 إنش، تدعم الهواتف الذكية، سلكي ولا سلكي. شاشة بسيطة طبعا، اذا طفيتها تقدر تتحكم بشكل الساعه، معطينك الطابع الكلاسيكي في السياره. شغلها، هذا النافيجيشن. هنا الابس زي ما قلنا ابو سويح معكم. هنا اقدر اشبك سلكي ولا سلكي. نتكلم عن وظائف السياره، في وعوره في الاوفرود تقدر تتحكم وتشوف درجه ميلان الكفر. هنا البوصلة في نفس الوقت، هنا ارتفاع السيارة عن الأرض، تقدر إمكانية أنك تتحكم في ترتيبها عن طريق ترفع تنزل في الترتيب بهالشكل. هنا تتكلم عن مقصور الرقمية، تشوفها شوف هنا في تغيرات، هنا كلاسيكي تبدأ تتحكم من هنا، يتغير هناك في التنظيم. نجي هنا عن بيانات القيادة، شوف فترة طويلة، هذه يعلمك سلوك القيادة الخاص فيك. هنا تشوف حالة السيارة إذا فيها مشاكل تطلع لك هنا. نجي على المنيو،
هذا اللي موجود، الراديو والهاتف الملاحة والمساعدة والميديا والاب كونكت والسيارة والصوتيات، وعندك تكييف تقدر تتحكم فيه من الشاشة. طبعا مناخ منفصل، تتحكم بالتكييف الخلفي، وبرضو في زر القفل وهذا شيء ممتاز. عندك نفس الوقت النقاوة الخاصة في داخل المقصورة، هذا شيء جميل. نترك الشاشة نجيك على التحكمات الكلاسيكية، وهذا الشيء الزين واللي ما استغنوا عنه. أنا يهمني الأزرار هذه، خربت الشاشة أنا أقدر أتحكم من هنا، هذا شيء جميل. هنا تحكمات التكييف كاملة، تتحكم بالتكييف من هنا، هنا المناخين المنفصلة تقدر تتحكم فيها، هنا الإنارة التحذيرية. خلنا نشوف هذا جيرها اللي من 8 سرعات توب ترونيك. طبعا مستخدمين في السيارة كلها تايب سي، شواحن سريعة بدون تايب اي. هنا في شحن لاسلكي، هنا 12 فولت للولاعة. زر تشغيل البصمة موجود هنا، فينجر بريك هنا، أوضاع القيادة زي ما قلنا، شوف هذا الشخصي وهذا الوعورة وهذه الوعورة القصوى. هنا عندك الثلوج، نفس الشيء تضغط الزر هذا تعطيك، نطلع نحطها الشخصي، تحطها الشخصي يعطيك هنا قيادة شخصي، هذا الرياضي هذا العادي وهذا الإيكو الاقتصادي. تلاحظون جيرها شوف ثقيل، هذا شيء جميل جدا، تماسك. شوف هنا كوب هولدر مع مانع اهتزاز، في إضاءة محيطية فيه هنا بالإضاءة اللي موجودة هنا من اليسار واليمين. الإضاءة المحيطية تجيك من عند الأبواب الأمامية فقط، من هنا من هنا إلى كامل الباب فقط الأمامية، تعتيم تلقائي. وفي هنا عندك مساحة تقدر تحط فيها الجوال، الأيباد، أي شيء تقدر تحطه هنا، وطري في نفس الوقت. هنا سماعة، هنا إضاءة LED، التحكم بالفتحة كذا تنكسها كذا تشوف ستارة العملاقة. طبعا هنا هذا زر جميل جدا يفتقره جميع أو غالبية السيارات. أبدأ أتحكم بالإنارة الخلفية، أبغى أشغلها أبغى أطفيها من هنا، هذا شيء أنا يلزمني. عندك أطفال وراء تبي تشوف، شوف طاح شيء مو شغل لا تشغل. إضاءة LED بلون أبيض، مرايا قابلة للتمدد، جميل جدا في الجهتين. نتكلم عن درج مضاء، في إضاءة ومساحة جميلة. إرباقات السيارة موجودة، إرباق للراكب وإرباق للسائق وإرباق ستاير في الأعلى، ما هي موجود في المرتبة. هذا شكلها من الخلف. نجي هنا هذا الدرج جلد لون أسود وخياطة لون أبيض، مساحة عملاقة في تايب سي، جميل ورائع. روح الخلف، هذا الخلف نفس الشيء نفس الديزاين، فيه هنا عندك مساحة إضافية جميلة، ستاير يدوية، السماعات موجودة هنا، مساحات تخزين. نتكلم هنا عن تحكم خلفي للتكييف نفس الوقت تايب سي عدد 2 و 12 فولت. هذا شكله، هذا شكل المرتبة. نتكلم عن كوب هولدر موجود ومسند وسطي. طبعا نبي نركب للصف الثاني، كل اللي عليك بس تضغط هنا، ضغطها ضغطة واحدة كذا تصفط المرتبة العادية. طيب أنا أبي أرفع أبي أدخل، ما أبغى هذه، بس كل اللي عليك تضغط كذا تجي هنا
تضغط بهذا الشكل. مساحة جميلة جدا. كوب هولدر موجود في الجهتين، في مساحة برضو للآيباد. خلنا نركب بكل سهولة. شوف فينا مخارج تايب سي 12 فولت، كوب هولدر بأحجام مختلفة. نمسح الآيباد، التكييف واصلني إلى هنا. جميل ورائع. إنارة LED في الخلف، هذا شكل السيارة. حتى السماعات واصلة للخلف، ما يحتاج أي تحت. طبعا شوف المساحة هنا، طبعا خلاص اللي من قدام يقدر يتحكم فيها، من في عصا تحت المرتبة يقدمها ويرجع. شوف هنا مساحة كبيرة، لكن خلونا نروح هنا. شوف أنا طولي 174، شوف مرتاح، تكييف موجود، USB-ات موجودة. خلاص أنا أشوف أني ممتاز جدا. ننزل برضو في نفس الوقت، ما نحتاج أي أحد يساعدنا. شوف هنا تنزل بكل سهولة. سيارة بثلاث مراتب، جميل جدا. تكلم زي كذا، ومن هنا فيه. بالنسبة لمساحة الركوب، الرأس عالي، الطلوع والنزول يعني دخول سلس جدا، مساحة عملاقة جدا. تمام، عندي كوب هولدر، عندي تايب سي 2، وعندي تحكم بالتكييف، فكل شيء ممتاز. في إنارات LED، مسكات موجودة في السيارة من الجهتين، وفيها معلاقين من الطرفين، وفي نفس الوقت فيه ستاير للخصوصية. فوش أبغى أكثر من كذا؟ مرتاح جدا جدا. حتى في إمكانية إني أقدر أسدح المرتبة زيادة. فوش رأيك؟ جميل جدا. نجي نتكلم في الشنطة. الشنطة تفتح عن طريق الريموت، وتفتح من داخل السيارة، وتفتح من هذا الزر. طبعا الشنطة كهربائية. طبعا هنا عندكم المساحة العادية اللي هي 583 لتر. طبعا بإمكانك أنت ترفع هذا التكاي للصف الخلفي، وهنا في زر تقدر تنزل فيه المرتبة. وإذا تبي مساحة أكبر في نفس الوقت عن طريق هذه، والصف الثاني برضه يعطيك بمجمل مساحة كاملة للمراتب، الصف الثاني والصف الثالث 2741 لتر، مساحة عملاقة جدا. تكلم هنا فيه السبوفر الخاص بشركة فندر للسيستم الصوتي. شفت هنا طريقة فكه عشان تطلع في نفس الوقت. حتى هنا شوف حاطين لك حطة زي كذا تقريبا، تطلع السبير المؤقت في الأسفل، تفك هذا علمك هو طريقته، تفكه وتطلعه بشكل واضح. هنا نتكلم عن كذا، رجع بشكل واضح. تسكرها إلكترونيا، هذه شكلها. ننتقل للمحرك، نبي نشوف معكم المحرك هل هو خفيف أو لا. تضغط هذا الزر، ما شاء الله خفيف. المساعد موجود واحد، ولكن رفع لي ذا الكبوت. الكبوت خفيف وجميل. مساحة عملاقة، محرك عرضي V6 3.6 تنفس طبيعي، 280 حصان، 360 نيوتن. شوف خذ لك نظرة واسمع صوته. شوف المساحة اللي في الخلف، المساحة اللي موجودة هنا للمراوح، والمساحة حقت السيور موجودة هنا. مكينة عرضية، هذا شكلها.
بالكامل. ايش رايكم؟ طبعا عبيناه ب 167 ريال، تانكيها 71 لتر عطانا، مع ان الكتالوج يقول 70 لتر. الرينج 660 كيلو. جميل يا التيرمونت. ناخذ دردشه خفيفه كذا بسيطه على التيرمونت الفي دبليو. طبعا بنوريكم عزل السياره، شوف عزل السياره انا قاعد امشي تقريبا في 130، وهذا نفتح الحين الشباك تشوفون، شوفوا هذا عزلها وانتم محكموا. طبعا انا بالنسبه لي انه جيد جدا عزلها، وكذلك عزلها الارضي جدا مقبول بحكم جنطه برضه ال 21. سلاسه الموتر في المطبات جميل وممتاز، راحة المرتبة مريحة، حتى كذلك المراتب الخلفية كذلك، الوسع الثلاث صفوف كاملة، كل اللي ركبوا وركبوا ناس بالغين في الصف الثالث وممتاز، يقول عادي ما عندي مشكلة أمسك بخط أسافر المساحة مرتاح، عنده كل اللي يحتاجه. الأشياء اللي عجبتني في السيارة بعد سهولة شبك الجوال لاسلكيا وكذلك سلكي عادي على الأندرويد والأبل كاربلاي. نتكلم عن عزم السيارة، عزم السيارة جميل جدا. طبعا محركها زي ما قلنا V6 280 360 حصان، طبعا 3.6 لتر. الجير مرة ممتاز، 8 سرعات ما تمس يعني ما تحس به وانت تمشي، الار بي ام دايم يعني مرتاح في الخط. الشيء الثاني برضو التكييف، تكييف جميل على 2-3 ممتاز صراحة. باقي الاشياء من ناحية الصرفية، الصرفية برضو كذلك ذكرناها لكم في الفيديو، طبعا فلها كلفني والبنزين صفر مولع اللمبة 167 ريال 95، يمشيني في العداد الإلكتروني 660 كيلو، هذا شيء حلو بحكم تانكية برضو يعتبر كبير 70 لتر ممتاز. يعني سلاسة قيادة الموتر عجبتني، كذلك السيستم الصوت اللي من شركة فندر صراحة أذهلني صراحة، يعني صوت موزع وفي نفس الوقت يسحب لك صوت الضوضاء في نفس الوقت، ما عاد تسمع صوت المحرك، ما عاد تسمع حتى لو الفتحة مفتوحة ما عاد تسمع من ناحية تنكيسة، إذا نكست الفتحة ما تسمع وانت مشغل السيستم الصوت موزع بطريقة ممتازة. 12 سماعة من شركة فندر جميل. أنا تقييمي لها من ناحية العزل الأرضي والأبواب طبعا، وهذا برضو ترى الإزاز مو مدبل، أنا أعطيها 8/10 صراحة جميل. وانتم عاد احكموا، سمعت الصوت وحكم على كيفكم. وبس كذا جينا لنهاية تقريرنا للفي دبليو تيرمونت الار لاين. ان شاء الله اني انا ما قصرت معكم، لا هنتوا زر اللايك والشير وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل جديد في قناتنا قناة ابو سويح. بضيف لكم السناب، ضيفوه عشان تشوفون الأشياء الحصرية وتشوفون تحديد الأسعار وتشوفون كل ما هو جديد حصري عندنا في القناة. نشوفكم على خير، أمان الله. التيربو من هنا، توربو من هنا، شوفه واضح، هذا كمتر السيارة واضح، وهذا السيستم الخاص بالفرامل هنا عندكم.